المزرعة دي أو الزراعة أو الفلاحة أو تصدير الفاكهة لا علاقة بيسموها retirement plan أو خطة ما بعد الخروج على المعاش ولا لأ؟ هي طبعا ليها علاقة أساسية جدا جدا جدا، لأن أنا جراحة القلب دي بالنسبة لي عاملة زي ما يكون واحد متجوز واحدة جميلة قوي وحلوة قوي بس مزعجة جدا. بالظبط كده يعني، وممكن حادة الطباع جدا. أنا بحب جراحة القلب جدا، ولكن أحيانا بحس إن أنا تعبت، فلازم يبقى عندي دايما لازم يعني المزرعة دي مخلياني اتجوزت عليها واحدة تانية اللي هي المزرعة بالظبط، مخلياني أحس إن أنا أقدر أستحمل التعب ده، لأن ممكن أسيبها. يعني اللي شفته في والدي واللي شفته في دكاترة في أساتذتي إن هم لما بيبطلوا شغل حياتهم بتنتهي. يعني ما دايما يعني 99% من الدكاترة ما يعرفوش يعملوا حاجة غير الطب، حياتهم طب، شغله شغل صح. عيادة مستشفى، ما يعرفوش يعملوا حاجة غير الطب. فأنا الحكاية دي كانت تقرقني جدا، يعني ان انا لا ما يعني لازم يبقى عندي حاجة تانية، بحيث ان انا لما اقرر في وقت من الاوقات ان انا ابطل طب ما مش هروح اقعد في النادي. يعني انا والدي بطل طب وهو عنده 74 سنة، في 6 أشهر انا حسيت ان هو عجز 20 سنة اول ما بطل طب. برضو اكتر من واحد من اساتذتي شفتهم لا ما ينفعش، لازم يبقى عندي حاجه، لازم يبقى عندي حاجه تانية، بحيث ان انا لما اقرر ان انا هبطل الطب ده بكره هلاقي حاجه تانية اعملها.